فرزش خون يقتل في الطاولة. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا جد سعيد بهذا الاستقبال اللي في مركز اكاديمية شيبو. ديما تشوفونا هنا تندربوا فيها تلعبوا فيها، متنفس مهم مدينة القنيطرة، وهذا شيء ماشي غريب على السي محمد شيبو اللي مكلف بالاكاديمية ولا السي يوسف شيبو اللي الصديق ديالي. وهنا كانت كذلك كنشوف جميع اللاعبين اللي بعض اللاعبين اللي شاركوا في كأس العرب السابقة حتى هما تيدربوا هنا وليدات القنيطرة. فالنتيجة كانت مهمة ومهمة بزاف باش نأكدوا يعني القوة ديالنا على الساحة الإفريقية ومن بعد على الساحة العربية. وكان عندكم دور، قناة الفجر كان عندها دور في يعني كانوا كيساعدوني تيتبعوا المباريات، وكنت كنشوف بزاف ديال المباريات باش ناخذ فكرة مهمة على اللاعبين. باش نشكركم عبر المنبر ديالكم. الحمد لله كما شفتوا المنتخب الوطني المغربي في هذه البطولة أكد القوة ديالو على جميع الأصعدة، هجوميا دفاعيا، جوائز فردية جوائز جماعية. الحمد لله الحمد لله على هذه النتيجة هذه اللي يعني نتيجة واحد العمل كبير ومضنى اللي وجدنا ليه من 2016. كان مشروع ديال 4 سنوات واليوم نجني الثمار وفضل الإمكانيات. وكان وجه الشكر للسيد رئيس الجامعة صراحة، كل ما تجيني الفرصة كان نشكره لأنه وفر لنا الظروف والمواد يعني كل الإمكانيات اللوجستيكية والمادية باش نوصلوا لهذا الشيء. ونحن نطمح للمزيد، وإن شاء الله في كأس العالم المقبلة لما لا نديروا شي مشاركة تكون تاريخية بإذن الله. أولاً خصنا نشرحوا يعني بعض المسائل التقنية في القرعة ديالنا. فإحنا توضعنا في القبعة الرابعة وإحنا كنا منتظرين هاد القرعة الصعبة، لأن هذا هو المجموعة الوحيدة اللي فيها كل بطل من قارة. فالبرتغال راه هو بطل اوروبا، هو اقوى فريق دابا في اوروبا، هو حامل لقب اوروبي، يعني تفوقت على المنتخب الاسباني وحتى في الشامبيونز ليغ سبورتينغ لشبونة هي اللي خدات الشامبيونز ليغ ديال هذه السنه، يعني احنا مع اقوى فريق حاليا. ثم جزر سليمان فهما بطل قاره اقيانوسيا وعندهم تاريخ كبير في كاس العالم، وهما لا في فصل نفتهم في القبعة الثالثة، بالإضافة لتايلاند وما أدراك من تايلاند اللي كتعرفوش التطور اللي عندها، بطولة احترافية وتنافس دائما على البطولة الآسيوية. فلذلك احنا بالنسبة لنا البطولة يعني القرعة راها صعبة، والحضر ثم الحضر، لكن كما شرتي ليه تتبقى بعد أهون من داكشي اللي وقع لنا في 2012 و2016. فاحنا مكبين ومهتمين بالمباراه الاولى، خصنا نوجدوا ليها من دابا، ما خصناش نرتكبوا حتى شي خطا على جميع يعني ما هو يتعلق بالتقني ما يتعلق بالمباراه. ثم نركزوا على جزئيات لي ديتاي مهمين، هذه كاس العالم كل شيء مجد، كل شيء حاضر، كل شيء مراقب الاخر. فنتمنوا من الله اننا نبصموا على مشاركه طيبه، نرجعوا ولو شويه من الفضل لهذا الجمهور وهذه الفرحه اللي فرحانين معنا الناس، وحنا بشويه بشويه تنعرفوا هذه اللعبه وترجعوها للمسار ديالها. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف جرت العاده في اكاديميه شيبو لكره القدم او مركز شيبو للرياضه والترفيه بالمهديه، فارتاع لانه يكرم احد رموز الرياضه القنيطريه والاطار الوطني الاطار الدولي سي هشام تيك والستاف ديالو مع السي عادل ومع السي ربيع الزعري. في الحقيقه اللي دائما تشرفونا في المحافل الكبرى في المحافل الدوليه، نتيجه ايجابيه حقوها بالفوز ديالهم كاس العرب، وكنتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله. هذا حافز باش ان شاء الله يديروا لنا نتيجه ايجابيه في بطوله كاس العالم ان شاء الله، وكنتمنوا لهم كل التوفيق.